فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما حكم يبدا الدلال ببيع الثمار بسوم السلعة التي يراد بيعها وهي ليست ملكا له. نعم. يقول ما حكم يبدا الدلال على بيع الثمار بسوم السلعة التي يراد بيعها وهي ليست ملكا له. الدلال وكيل عن صاحب الثمرة وكله و يسوم السلعة منه لأنه نايب عن صاحب السلعة، فلا بأس بذلك، نعم،